الرئيس محمود الفقير ابن المتوفى محمد الفقير صاحب مطعم الفقير. احنا عندنا مزرعه في 6 اكتوبر فيها فيلا وفيها جامع وفيها ارض مزروعه ليمون. العمال اتصلوا بالحاج وهو قريب من المكان، قالوا له في جماعه جم هنا ضربونا وبهدلونا وعايزين ياخدوا غفره، وضربوا نار على الفيلا وعلى المسجد وكسروا بيبان المسجد. فقال لهم انا قريب منكم وجاي. مسافه ما وصل هناك نزل بص على الحاجه اللي هيتضرب عليها وبص على المكان المتبهدل. جم وراه الجماعه دول قابلهم. كانوا كام واحد؟ كانوا 4. وكان امتى يا استاذ محمود الكلام ده؟ كان في حدود الساعه 5 المغرب. يوم ايه؟ يوم ايه؟ اول امبارح. تمام. قابلهم قالوا له احنا ممكن حضرتك بس استاذ محمود تعلي صوتك شويه بس عشان قالوا له احنا الغفره الجديده اللي هنمسك المكان هنا. قال لهم المكان ده متملك وملك من الجهاز وفي ناس قديمه هنا موجوده بقى لها 20 سنه ما اقدرش ان انا اتعامل معاكم. معلش يا استاذ محمود على قد ما تقدر بس علي الصوت عشان الناس بس طالبه ده عشان الموضوع كله يبقى واضح يعني بالنسبه للناس. قالوا احنا العرب الجديده اللي ماسكه المكان هنا. تمام. قال لهم انا عمري ما شفت حد فيكم هنا، المكان امان وما فيهوش محتاج حد يمسك حاجه بالنسبه لي. قالوا لا احنا الغفره اليوم. قال لهم لا انا مش هقدر اتعامل معاكم. هاتوا الناس القدام ويقولوا انتوا اللي هتاخدوا الغفره هنا، وانا بالنسبه لي كده كده ولا هدفع ليكم ولا هدفع لحد. انا بالنسبه لي الارض بتاعتي متملكه وملكي من الجهاز وبقى لها 20 سنه، هي مش وضع يد ولا هي محتاجه غفره من حد، وعمالي موجوده في المزرعه. تمام. قالوا له ده اخر كلام بالنسبه لك؟ قال لهم اه هو ده اخر كلام بالنسبه لي. عشان الناس بس طالبه ومعلش احنا اسفين على طول حضرتك تقول تاني. ما عنديش مشكله. ما عنديش مشكله. معلش احنا اسفين. ما عنديش مشكله. المايك ده. معلش عشان حضرتك تعرف نفسك تاني من اول جديد للساده المشاهدين. ما عنديش مشكله. معلش اتفضل. أنا محمود الفقير ابن المتوفى حمادة الفقير أو الشهيد حمادة الفقير، إن هو اللي دافع عن مكانه وعن حاجته وعن ضد العرب وضد الجماعة اللي هم عايزين أخدوا أتاوا على مكانه. اللي حصل بالظبط إن هو كان موجود قريب من المكان في الرماية، اتصلوا عليه العمال في المزرعة قال له في جماعة عرب هنا جايين ضربونا وبهدلونا وضربوا نار على الفيلا وعلى المسجد وكسروا البيبان كلها. وقالوا بلغوا صاحب المزرعة إن إحنا العرب الجداد اللي هنمسك المكان هنا. قال لهم أنا قريب منكم أنا جاي. الكلام ده كان إمتى ويوم إيه بالظبط؟ أول إمبارح الساعة 5 المغرب. أول إمبارح الساعة 5 المغرب، تمام. يا دوبك مسافة ما وصل اتكلم مع العمال اللي موجودة معانا إيه التفاصيل وإيه اللي حصل. بالنسبة لحكوا له فهم الجماعة دول جم على طول. تمام. جايبين عربية جراند شروكي وجايين واقفين بالاوالي قدامه. قالوا له احنا اللي هنمسك الغفره في المكان دوت. قال لهم المكان بتاعي ده ملك من الجهاز. 4. السواق بلغني ان هم كانوا 4 افراد اللي كانوا موجودين. قالوا له احنا الغفره اللي هنمسك المكان جديد هنا. تمام. فهو قال لهم انا في ناس هنا موجوده بقى لها 20 سنه والمكان محمي كويس وما فيهوش اي مشكله، مش محتاج غفير ولا محتاج اي حاجه. تمام. المكان امان. طول عمره امان بقى له 20 سنه. مش محتاج. قرب المكان قد ما تقدر. قالوا له احنا اللي احنا بالظبط اللي مسكنا المكان من النهارده. تمام. فاللي مش هيدفع حراسه ولا هو المسؤول عن مزرعته وهو مسؤول عن حاجته. تمام. فمش هتدفع يبقى انت المسؤول. قال لهم انا المسؤول عن حاجتي. قالوا له خلاص احميها بنفسك. قال لهم هحميها بنفسي بس غلط ان بيت ربنا يتضرب عليه نار ويتكسر بالطريقه ديت ويتبهدل. سابوه ومشوا. دخل هو المزرعه جوه بص على الزرع وبص على الحاجه، رجع واحد منهم جوه قال له تعالى انا صفيت الموضوع مع الناس. لحضرتك ممكن توضح بس النقطه دي؟ قال له انا صفيت الموضوع. حد دخل المزرعه فين؟ مزرعه جوه خالص في الزرع جوه، هو كان تحت الفيلا واقف تحت الفيلا والمسجد المكسر. تمام. فدخل جوه وواحد جاله منهم جوه قال له انا صفيت الموضوع معاهم. وتعالى يا ريت قابلهم وبتاع وراضيهم باي كلمتين واي بتاع وخلاص. رجع معاه لحد ما وصل لتحت الفيلا بالظبط لقى 4 افراد ماسكين كل واحد فيهم بندقيه قال. هو كان كمين؟ ايه؟ كانوا عاملين كمين؟ ان هم يسحبوه تاني من جوه تاني.
ده كان كمين الحلقه. آه. منهم هم برضه يعني في ظرف كل الموضوع 10 دقائق. في يعني هم مسافه اما مشي ورجعوا تاني على طول يعني. رجعوا. فالحاج لما دخل عليهم هناك لقاهم ماسكين بلادي. تمام. فقال له يعني انت هترفع سلاحك على راجل كبير وانتوا اربع افراد. فهو الحاج ماسك مسدسه في ايده. قال له ارمي المسدس بتاعك. رماه. الحاج ده ما كانش مسدس ده ولا كان هو حاسس ان في غدر هيحصل؟ لا هو مسدسه مرخص. رماه. هو ما جاش في باله طبعا قصه ان ده معمول له كمين. لا 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 خالص خالص هو مجرد ان هم شافهم ماسكين البنادق عليه. تمام. فبيدافع عن نفسه. تمام. المسدس مرخص؟ مرخص طبعا. مرخص ما فيهوش مشكله وما ضربش طلقه منه خالص. يا دوبك قال له ارمي المسدس بتاعك. رماه. ما هو مجرد ان هو شايف اربعه قدام منه بنادق قال له مسدس مش هيعمل حاجه. رماه. مجرد ان هو رماه راح مديله طلقه في دماغه. وخد المسدس بتاعه وجري. ضرب كم طلقه لحد؟ طلقه واحده. واحده بس. واحده بس. طلقه واحده في الراس. في الراس والباقي كله جه في الحوائط وفي الفيلم. كم طلقه؟ كم طلقه تقريبا؟ في حدود من 13 ل 15 طلقه. واحده بس اللي اصابته. واحده بس اللي اصابته. هو الحاج كان سنه قد ايه تقريبا؟ 70 سنه. 70 سنه. طب انت حاجات المباحث ومتابعتكم معاها يعني الناس شغاله وصلت لايه؟ الناس شغاله بصراحه ما مش مبطلين جهد على جهد ان هم يتوصلوا للجنان. ممكن تقول لي التفاصيل عرفت الحادثه ازاي؟ انا عرفتها من السواق. قال لي هو كلمني بالتليفون قال احنا داخلين على 6 اكتوبر رايحين ليه؟ قال لي الحاج قال لي لا خش على 6 اكتوبر هنبص هبقى بص هناك وهنرجع. تمام. فكلمني اول ما وصلوا هناك قال لي احنا وصلنا هناك بس في جماعه عرب تقريبا بيشدوا مع الحاج في الكلام وضاربين نار وبتاع. قلت له اجي لك؟ قال لي لا ما اجيش ده هم خلاص ما ايه ماشيين. مفيش 10 دقايق وكلمني تاني قال لي الحقني الحاج اتضرب بالرصاص. قلت له خده واطلع بيه على اقرب مستشفى عندك. ده اول اجراء قلتهوله. قلت له اطلع اقرب مستشفى بالنسبه لك دار الفؤاد اجري وروح عليها. تمام. يا دوبك انا مسافه ما وصلت كان هم داخلين عليا بالمستشفى. كان الحاج النبض مش موجود. حاولنا في المستشفى ان احنا نعمل اي حاجه ما الحاج ده المستشفى على فين تاني؟ على مشرحة سينما. يعني تم ابلاغ الشرطه ازاي؟ الشرطه عرفت ازاي؟ عن طريق انا حضرتك اللي اول ما اخترت الشرطه بالوقت. انا اللي بلغت. تمام. وايه الاجراء اللي خدوه يعني؟ كلهم توجهوا على المكان هناك على طول. لصحبتك طبعا وانت لا من غير انا كنت في المستشفى. انا غير المستشفى. انت كنت مع الحاج في المستشفى؟ في المستشفى. هو حضرتك دلوقتي لسه المتهمين ما تمش القاء القبض عليهم؟ لا انا سمعت ان هو اتقبض عليهم. هو يعني لسه لحد قريب كان في يعني قوات الامن مكثفه جهودها عشان يقبضوا عليهم. هل مثلا حضرتكم مثلا قدمتوا بلاغات او حاجه بتتهموا فيها ناس بتعنيها؟ لا 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 خالص خالص هم الاشخاص دي بس ما مجرد العشر دقايق والفرده اللي هم عايزين ياخدوها على على مجموعه الحزام الاخضر في 6 اكتوبر. ده كان اول مره يحصل خلاف او حاجه زي كده؟ اول مره يحصل خلاف؟ عمرها ما حصل فيها اي صوت عالي حتى. يعني على طول الارض دي على طول ما فيش اي مشكله. كان اول حاجه مش المنطقه بحالها مش مش المزرعه بس يعني المنطقه كلها هاديه ما فيش اي مشكله تروح الساعه 1 بالليل الساعه 2 بالليل ما فيش اي مشكله نهائي. طب حضرتك عندك فكره عن المتهمين؟ خالص ولا عمري شفتهم ولو شفتهم انا رأيك. كان سؤالي برضو هم دول يعني متزع صوتهم هناك ان هم كده خالص على طول بيروحوا على كل الناس خالص يقعدوا يعملوا فرد وكده؟ لا لا هو هو اليوم ده بس ده اول حاجه اول حاجه من نوعها تحصل في تحصل في المكان. الناس اللي هي ماسكه المكان طول عمرها هاديين واصحاب واخوات وما فيش اي مشكله. حضرتك يعني ممكن توصف لي بشكل انساني استقبالكم للخبر يعني كان عامل ازاي؟ صدمه كبيره ان احنا مش متخيلين حاجه زي كده تحصل وفي المكان دوت يعني المكان ده امان يعني مفيش حد يقدر يدخل ولا يخرج غير بامر مننا بالتليفون. فلان يخش فلان يخرج فلان يطلع فلان يدخل مفيش اي مشكله خالص. تمام. اي توقيت تروح فيه. استقبال الناس اللي هنا في المكان الخبر مين بلغهم؟ يعني انا اللي بلغت. هم شغالين بقالهم 20 سنه تقريبا في المطعم. انا بلغت بالتليفون ان هو جوز اختي موجود معايا هنا في المحل. فقلت له اقفل المحل عشان في الامر كده كده كده. النيابه اتواصلت معاك يا استاذ محمود؟ اتواصلت معاك. رحت لها؟ رحتها. كان امتى؟ يوم الحادثه بالليل. طب نقدر نعرف التفاصيل اللي حصلت هناك؟ كانوا سالوني عن معرفه
الخبر من مين وايه التفاصيل والناس اللي شغاله معاك ظروفها ايه بس مش اكتر. انا شفت ان النهارده انتوا فاتحين المطعم للعزاء، ممكن حضرتك تقول لي انتوا فاتحينه كام يوم عزاء؟ هسالهم في عمل امتى؟ لا لسه ما حددتش، لسه ما تمش تحديد حاليا. المطعم لا مغلق، مغلق وبيتم استقبال فيه العزاء العزاء لكن لسه ما تمش تحديد موعد فتحه امتى. لا خالص. طب انا ممكن اسمع محمود لو في صوره للوالد على التليفون نقدر نعرضها للناس؟ حاضر اتفضل. لو ممكن توصف لنا مين في الصورة؟ أحفاده؟ أحفاده دول أولاد حضرتك؟ أه بقى لله سبحان الله طبعا. شهيد اليوم السابع ده صاحب المزرعة اللي نقم مزرعة أول أمس. أعزائي مشاهدي بيت الوطن، هذه الصورة للحاج حماد الفقير الذي لقي مزرعه أول أمس الأحد بعد مقتله على يد أربع حفراء داخل مزرعته في منطقة 6 أكتوبر. تمام، ده اللي حصل مع النيابة؟ هو ده اللي حصل. طب هل قالوا لك هنستدعيك تاني أو حاجة أو؟ لا خالص، بس قرايب حضرتك جابوهم أو حاجة؟ بالنسبة أي قرايب؟ اقارب حضرتك استدعوهم؟ لا 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 خالص، العمال هناك مع متواجد موجودين لسه لحد دلوقتي في النيابه، موجودين لسه بيتم السؤال لعجل التعرف على جناه. حضرتك تطالب بايه يا استاذ؟ اطالب بقصاص العادل لرجل شهيد بيدافع عن حقه وحاجته مجرد للفرده للبلطجه. سبحان الله والدوام، سبحان الله والدوام. شكرا لليوم السابع على متابعة حضرتكم معنا. كان معنا والد صاحب المزرعة لكم مزرعة أول أمس، واطلعنا على كل التفاصيل معي. شكرا.